عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، صف الحادي عشر. النهاردة معانا شوية قواعد كده هنراجعهم على السريع. القاعدة الأولى بيقول لي after two attempts the climber finally reach the summit. After two attempts the climber finally reach the summit. عندي manage to وعندي can وcould. نشوف كده الاختيارات اللي موجودة عندي. عندي manage to وcould وcan وcouldn't. طبعا الجملة زي ما احنا شايفين الجملة في زمن الماضي، يبقى هيبقى تركيزنا على اختيار الزمن الماضي. فعندي manage to، عندي could، عندي couldn't. لما ألاقي في الجملة في محاولات وهذه المحاولات بقت بالنجاح بعد صعوبة، بنختار على طول manage to، لأن manage to بتعبر عن النجاح في الشيء بعد مواجهة بعض الصعوبات. فهنا هنختار طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى managed to. بعد كده نروح على نمبر 2. بيقول لي hardly asleep when my mobile started ringing. hardly هنا يا جماعة من الانفيرجن words، الكلمات اللي فيها إقلاب. ويعني إيه إقلاب؟ يعني حضرتك أنت بتقول مثلا I had slept أو I had bought. لما ندخل كلمة hardly أو كلمة scarcely أو كلمة no sooner على الجمل اللي زي دي، بنقلب الفاعل مع الفعل. فبدل ما أقول I had هقول had I. فهنا هنقول يا جماعة hardly، ونشوف الإجابات اللي عندي. عندي I had fallen ولا did I fall، نخلي بالنا، ولا I fell ولا had I fallen. طبعا بنستخدم دايما مع الكلمات بتاعت الإقلاب دي، يعني في معظم الأحوال بناخد الماضي التام. وكمان عندي when جاية مع كلمة hardly عشان ما ننساش، لأن hardly بتحب when، وعندي scarcely بتاخد when، لكن no sooner بتاخد than عشان نذكر بالشيء ده. يبقى هنختار had I fallen. Number 3. If the rescue team had found him earlier they his life. طيب هنا يا جماعة عايزين نركز على حالة if. If the rescue team had found. هسأل نفسي هل دي الحالة الأولى ولا الحالة الصفرية ولا الحالة التانية ولا الحالة التالتة. If the rescue team had found ده على حسب الزمن اللي بيجي ورا if. أنا عندي حالتين بيجي ورا if، مضارع بسيط اللي هي الحالة الصفرية والحالة الأولى، لكن في الحالة التانية بيجي ورا if ماضي بسيط. في الحالة التالتة بناخد الماضي التام. فطبعا زي ما احنا شايفين if the rescue team had found يبقى ده ايه؟ ماضي تام. يبقى دي الحالة كام؟ الحالة التالتة. فلما يكون عندي past perfect اللي هو had مع تصريف تالت، بناخد would have مع تصريف تالت، فهتبقى الإجابة would have. يا ترى هنقول will save ولا would save ولا would have saved ولا won't save؟ هتبقى طبعا would have saved زي ما احنا شايفين. بعد كده نمبر 4 بيقول لي by the time Carol to the airport the plane had already left. وهنا بيتكلم معايا في موضوع اللي هو الروابط التي تربط زمنين اللي هما الماضي البسيط والماضي التام، وكان عندي مجموعتين، مجموعة after ومجموعة before. قلنا ان مجموعة after اللي هي after و because و as soon as و till و until، دي كلمات يأتي بعدها الماضي التام، والكلوز التاني بيكون ماضي بسيط. عكس الكلام ده عندي when وعندي before وعندي by the time. by the time بيجي وراها ماضي بسيط وبعدين ماضي تام. طب انا مش فاكر ترتيب الافعال يا استاذ في الامتحان، اشوف ايه المعطيات اللي عندي. عندي by the time الرابط موجود، وعندي كلمة had already left يبقى ماضي تام. يبقى انا عندي الرابط وعندي ماضي تام، يبقى ايه اللي بينقصني؟ اوتوماتيك هيبقى الماضي البسيط اللي هو هتبقى got، اللي هو طبعا التصريف الثاني من get. نمبر 5 بيقول لي some smoke alarms automatically as soon as smoke is detected. طيب انت دلوقتي بتقول لي ان as soon as من الروابط اللي بتربط الماضي والماضي التام والماضي البسيط، لكن هنا نخلي بالنا انه مش بيركز على الرابط والأزمنة، ولكن بيركز على الفريزال فيرب اللي هو go. وكنا اتكلمنا فيديو كامل عن الحروف الجر اللي بتيجي مع جو، قلنا جو اب بمعنى يزداد ويرتفع، وعندي جو اوف ده متعلق بالاصوات الاجراس وغيرها، عندي جو اوت طبعا الخروج والذهاب، جو اواي المغادره وترك المكان والهروب. يبقى انا عندي هنا لما يقول لي سموك الارمز، الله ده كلمه الارمز دي كافيه ان هي تقول لي خد جو اوف. يبقى هنا سموك الارمز جو اوف اوتوماتيكلي
as soon as smoke is detected. نكمل يا شباب. بقولي we couldn't فراغ walking because we were very exhausted. هنا بيقولي go up, go on, go away, وعندي برضو في عندي go off. عارفين ان go up قلنا يرتفع ويزداد, go on يواصل او يستمر, go away يغادر ويترك, go off ده مرتبط بالاصوات اللي هو طبعا يعلو الصوت او يدق بصوت عالي. فهنا هناخد ايه, we couldn't walking because we were very exhausted, هتبقى go on, we couldn't go on. اوكي, نمبر 5 بيقول لي we decided to go by train because we couldn't afford to fly home. We decided to go by train because we couldn't afford to fly home. طبعا هنا afford يا جماعة اللي هو يتحمل النفقات المادية, يتحمل النفقات المادية. يبقى we decided to go by train because we couldn't afford to fly home. بيقول لي choose the correct question. لو هو اداك جملة زي دي وحابب يقولك كون سؤال على الجملة دي, we decided to go by train because we couldn't afford to fly home, يا ترى هنستخدم ايه؟ طبعا because على طول معروفة ان لما نشوف because بناخد why على طول. why, ونيجي نبص انت هتسأل على اي جزء, على الجزء اللي فيه because, فبيقول because we couldn't afford to fly home دي الإجابة. يبقى نخلينا كده ايه نركز شوية, الجملة فيها because يبقى هنسأل بهواي. طالما في عندي هواي هسأل هجاوب بكوز, يبقى الكلوز بتاع بكوز الجملة بتاعت بكوز هي الإجابة. يبقى هكون السؤال منين؟ من الجملة اللي قبل بكوز اللي هي we decided to go by train. أبدأ أسأل نفسي هي أي زمن we decided to go by train؟ طبعا ماضي, فهنقول why did will you we بحولها إلى you, فتبقى why did you decide to go by train. بكون السؤال في دماغي قبل ما انزل على الاختيارات علشان ما يحصلش عملية خربطة. يبقى هنا هنسأل بهواي ليه؟ عشان عندي because. اخدت did ليه؟ عشان الجملة في زمن الماضي البسيط decided. وبعد كده طبعا عارفين تكوين اجزاء السؤال, اول حاجة كلمة الاستفهام, الفعل المساعد اللي بجيبه على حسب زمن الجملة, بعد كده الفاعل اللي هو بيكون في اول الجملة وبيكون في الاغلب ضمير فاعل, we, you, they, I, he, she, it. وبعدين باخد الفعل الأساسي. طبعا هنا في الحالة بتاعتنا ماضي بسيط, فباخد من decided حاجتين, باخد منها did وبرجعها لمصدرها هتبقى decide, فهتبقى الإجابة why did you decide to go by train. why did you decide to go by train. نشوف الجملة اللي بعدها, we couldn't see anything when the lights went. برضو هنا بركز على البريبوزيشن الصحيح. احنا اتفقنا ان عندي go on يستمر, go off اللي هو مرتبط بالاصوات, go out اللي هو ينطفئ, خلي بالك, وعندي go away اللي هو يغادر. فطبعا الانطفاء خاصية من خصائص مين؟ من خصائص النور والنار, النور والنار. فهنا we couldn't see anything when the lights went هتبقى اكيد في الاختيارات out, هتبقى out يا جماعة, لأن وانت out يعني ايه؟ انطفأ النور أو الضوء. when we reached the cinema the film, حلو قوي. هنا أنا بتكلم عن درس ايه بالضبط؟ بتكلم عن درس الروابط اللي احنا كلنا لسه بنتكلم عنه, وقلنا ان في عندي مجموعة when, وwhen بيجي وراها ماضي بسيط وبعدين ماضي تام عشان طبعا ترتيب الأحداث. فعندي لما يكون عندي زمانين في الماضي, أقدمهما بيكون في الماضي التام والأحدث في الماضي البسيط. الماضي التام طبعا اللي هو had مع التصريف الثالث, والماضي البسيط اللي هو التصريف الثاني. فبيقول لي when we reach the cinema the film هتبقى had ايه؟ هيبقى had started. يبقى أحسن إجابة عندي had started. number 8 بيقول لي the plane had taken off a little while before the airport. خلي بالك بقى, the plane had taken off a little while. خلي بالك ان كلمة a little while هنا مش while اللي هي الرابط,
لا ده ليتل وايل دي مرتبطة بالزمن، يعني غادرت أو أقلعت الطائرة يعني بلحظات قبل أن أصل إلى المطار. يبقى أنا دلوقتي لما أنا أقرأ الجملة وترجمها وافهمها يا جماعة، هلاقي نفسي إن أنا بجيب الإجابة من غير ما أبص على الاختيارات. The plane had taken off، أقلعت الطائرة، a little while، بلحظات، بثواني، بوقت قصير جدا، before، قبل أن، I the airport، يبقى قبل أن أصل إلى المطار، يبقى الإقلاع قبل الوصول، يبقى الوصول هيكون في زمن الماضي البسيط، هتبقى طبعا إيه؟ before I reached. وطبعا في القاعدة، اللي حافظ القاعدة هيقول إن before بيجي وراها ماضي بسيط وقبلها ماضي تام. قلنا مش عايزين نحفظ ترتيب الأزمنة، عندي ماضي تام موجود وعندي before، يبقى اللي ناقصني مين؟ الماضي البسيط. نشوف بعد كده نمبر 9، بيقول لي hardly had I، ودي أسهل من الحالة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، لأن hardly موجودة، had موجودة، I، يبقى مش ناقصني غير مين؟ ال past participle. يبقى hardly had I the house when the bell rang، فهنبقى طبعا ايه؟ entered. نمبر 10 بيقول لي had the judge listened to the defense then he declared the verdict. تمام، هو بيقول لي had the judge listened، had the judge listened، وعندي كلمة then، هي دي مفتاح الحل then. يا ترى بقى هنستخدم هنا scarcely ولا hardly ولا no sooner؟ تمام، لأن هنا الـ الاختيار منحصر في الثلاثة دول، عشان هما من الكلمات التي تدل على الإقلاب، الـ inversion words، فهناخد مين؟ زي ما سمعت طبعا then بتيجي معاها no sooner. طبعا as soon as دي رابط تاني، يعني ممكن يحصل لخبطة ما بين as soon as و no sooner. لا as soon as دي رابط زي after، بيجي وراها ماضي تام وبعدين ماضي بسيط، بتيجي وراها الجملة عادية، فاعل وفاعل، as soon as. لكن لما اقول no sooner بناخد الفعل المساعد وبعدين مين؟ الفاعل. نمبر 11 يا شباب بيقول لي we had finished lunch we went back to the meeting. الله، هختار هنا as soon as ولا no sooner ولا hardly ولا by the time؟ نشوف ترتيب الأحداث. خلصنا غدا رجعنا الاجتماع، يبقى اللي حصل خلصنا غدا الأول، يبقى بعد ما خلصنا غدا أو بمجرد أن انتهينا من تناول وجبة الغداء، اللي حصل عدنا إلى الاجتماع، فهنا هناخد مين؟ أحسن إجابة as soon as، لأن by the time مش هتنفع، by the time بيجي وراها الماضي البسيط، لكن أنا الجملة الأولى عندي ماضي تام. نشوف الجملة اللي وراها، بيقول لي علي had revised all his lessons he went to bed. يبقى هو خلص مراجعة قبل ما ينام، يبقى أنا هشوف علي had revised all his lessons، يبقى هنقول إيه؟ before، إذا موجودة before فعلا موجودة before هيا، يبقى هنقول علي had revised all his lessons before he went to bed. نشوف الجملة اللي بعدها، بيقول لي if the weather had improved، ونخلي بالنا ان دي الحالة كام؟ زي ما اتفقنا واتكلمنا من شوية، دي الحالة التالتة. ليه؟ لأن if جاي وراها had وتصريف تالت، يبقى if the weather had improved we awoke on the beach. يبقى أكيد هنا اللي مذاكر ودارس كويس هيقول لي إن if طالما معاها ماضي تام had و past participle، هناخد معاها would have و باست بارتيسيبل. فنخلي بالنا احيانا ممكن يجيب لي وود هاف وودنت هاف، يبقى لازم اترجم الجمله. يبقى لو ان الطقس هاد امبروفد، اتحسن، وي اووك اون ذا بيتش، يبقى الواقع هو ما اتحسنش وما خرجوش، يبقى وود هاف هاد، وود هاف هاد. نمبر 14 بيقول لي اف اي هادنت بين ان ديت I my job immediately. أيوة، if I hadn't been، وده برضو حالة من حالات if الشرطية التالتة، لأن عندي هنا hadn't been ماضي تام منفي، يبقى هناخد إيه يا جماعة؟ would have وتصريف تالت. يبقى لو ما كانش عليا ديون، if I hadn't been in debt I would have quitted، يعني كنت تركت الإيه؟ الوظيفة اللي تعباني وقرفانني. طيب نيجي على نمبر 15، بيقول لي would you like apple، ونخلي بالنا من ايه؟ من ايه وان وذا. بصفة عامة بنتكلم عن الايه والان، واتكلمت عنها قبل كده في فيديو مستقل، وقلنا دي ادوات النكرة وبتعبر عن الشيء العام
الشيء العام، المجموعة كلها، تمام؟ لكن لما نحدد الكلام على شيء معين أبدأ أستخدم ذا، ده الفيصل بين إيه وأن وذا. يبقى الفاصل الكبير ما بين إيه وأن وذا إن إيه وأن أدوات نكرة بتعبر عن الشيء بشكل عام. عمرك شفت فيل؟ يبقى مجرد ما أقول لك عمرك شفت فيل دي، Have you ever seen an elephant? A lion؟ أسد بأي أسد، سواء كان من اسيا من افريقيا، اسد وخلاص، فيل اي فيل. هنا بيقول لك would you like apple، انت بتتكلم عن تفاحه معينه ولا تفاحه بصفه عامه؟ يبقى هنا متفاحه بصفه عامه، يبقى هناخد ان ابل. طب واحد قال لي مش هناخد ابل ليه؟ لان طبعا احنا قلنا ان الان والآ بتعتمد على نطق اول حرف من الكلمات اللي هي المفرده المعدوده، نخلي بالنا، لان احنا زمان قال لك ان الاي تيجي مع الحروف الساكنه والان تيجي مع الحروف المتحركه وسكتنا، لا، كان لسه في معلومه صغيره لازم نعرفها، ان احنا بنستخدم اي وان طبقا لاول حرف بننطقه من الكلمه. يعني عندك اور بدا بحرف الاتش، هنقول اي ولا ان؟ هنقول ان، لان النطق بقول اور فاول حرف متحرك اتنطق. لكن لما اقول يونيفرستي مع انها مبدوءه بحرف اليو هنقول ا يونيفرستي. امبريلا بدأ باليو وهنا نطقنا فاول نقول ان امبريلا. طبعا ده كلام لازم نكون عارفينه كويس جدا. نيجي على نمبر 16 بيقول لي could you close door please، طبعا ده طلب مؤدب. could you close هنا نقول ايه؟ ادور ولا ان دور ولا ذا دور؟ طبعا انا عارف انا بتكلم على اي باب، واللي بيسمعني عارف انا قصدي اي باب، يبقى الشيء محدد بالنسبة لي وبالنسبة اللي أنا بتكلم معاه، يبقى من غير ما نفكر ناخد ذا، يبقى could you close the door please. نمبر 17 بيقول لي I am sorry I didn't mean to insult you. In fact it was just mistake. ده الموضوع كله كان يعني خطأ وما كانش قصدي وما كنتش أقصد إن أنا أهينك أو أقول لك كلمة تجرحك. I'm sorry I didn't mean to insult you. It was just a mistake. كان خطأ، معلش ما تزعلش مني. Horses are used for racing. هنا هل محتاجين ايه او ان او ذا؟ Horses are used for racing. حتى الجملة ماشية طبيعية خالص اهي. Horses are used for racing. ليه؟ لأن أنا ما بحددش سباق معين، والسباق تمام ما بياخدش لا ايه ولا ان، فهنا هنقول ايه؟ نو ارتكل، افضل شيء. horses are used for racing. نمبر 19 بيقول لي حمد was very ill. he insisted on attending his lessons. نخلي بالنا كده. حمد was very ill ده كلوز كامل، فاعل وفعل. خلاص؟ طب الاختيارات ايه عشان نشوف احنا هنتكلم في اي موضوع؟ زي ما انا توقعت، although ولا but ولا despite. ايه الفرق بين although despite؟ احنا عارفين ان although و despite الاثنين بنفس المعنى في اللغه العربيه، على الرغم من. الفرق او الفاصل الكبير بين although و despite و in spite of اللي هو ان although بتحب جمله كامله كلوز كامل اللي هو فاعل وفعل، he is، حمد was، she goes مثلا، يبقى ده بيجي بعد مين؟ although. although she goes، although she was ill. لكن despite وان سبايت اوف بيحبوا اللي هو الفعل مضاف له اي ان جي او الناون او الاسم. بمعنى despite being ill او despite her illness، يبقى being ill او her illness ده اللي هو بيجي بعد despite او despite of، اللي بيجي وراهم اللي هو الاي ان جي او الاسم. فلما يقول لي حمد was very ill هقول ايه؟ despite حمد was، مش هتنفع، يبقى ما فيش عندي غير مين؟ although حمد was very ill he insisted on going to school. the coffee shop was crowded we found a table. خلي بال حضرتك برضو، the coffee shop was crowded we found a table. يبقى نقول but ولا in spite of ولا however، ونخلي بالنا ان هنا جاية كلمة في النص وفي عندي نقطة وكومة، يبقى هيبقى أحسن حاجة عندي مين؟ however، ودي كلمة تالتة بنفس المعنى بمعنى على الرغم من. however دائما وأبدا تأتي في المنتصف، بتكون بين اتنين كومة أو بتكون بين full stop وكومة.
بقولي the journalist wanted to report on the war, the danger. يبقى نخلي بالنا، على الرغم من الخطر الجورناليست عايز يعمل تقرير عن الحرب، فهنا هناخد مين؟ هنقول in spite of danger، طبعا the reporter كذا كذا، عشان طبعا danger noun يا جماعة. 22 حمد and راشد were late for the school. هنا بيتكلم على الروابط الثنائية اللي هي both and، either or neither nor. both دايما تيجي مع and، either تيجي مع or، neither تيجي مع nor. either or للاختيار اما او، neither nor للنفي لا ولا، both and كل من و. كل من و اللي هي both and بتحب دايما الفعل يكون معاها في صيغة الجمع، وشيء طبيعي جدا لما اقول both حمد and راشد هقول is ولا are، هقول are. both حمد and راشد has ولا have، هتبقى have. both حمد and راشد was ولا were، هتبقى were. يبقى هنستخدم هنا في الجملة دي مين؟ هنستخدم both. ليه؟ عشان عندي كلمة and، وعشان الجملة في الجمع. نشوف الجملة اللي بعدها، بيقول لي the film was boring and long. برضو نفس الكلام، boring and long، يبقى هنستخدم كلمة ايه؟ شطار، هتبقى both. بيقول لي George smokes nor drinks. هنا نفس الكلام، مين اللي بتيجي مع nor؟ لازم اكون حافظ واحط المعلومات دي في دماغي يا جماعة، هتبقى كلمة neither او neither. آخر جملة معانا بيقول I had the necessary qualifications, they didn't offer me the job. ونخلي بالنا برضو إن أنا عندي هنا although و despite و in spite of و however. الطالب الشاطر طبعا هيستبعد despite و in spite of عشان هما الاثنين نفس الاستخدام. although بتيجي في أول الجملة، لكن هنا الفراغ جاي في النص، فهتبقى however. أتمنى أنكم تكونوا طبعا استفدتم، وتكون مراجعة مفيدة لطلابنا في الحادي عشر. See you soon and goodbye.